السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله اليوم حبيت ان نحكي في موضوع مهم ومهم جدا. نسمع تفرج في فيديوهات، تم فيديو مهبط واحد تونسي عايش في الخارج مهبط الموتور متاعه، وقالوا له لا ديوانة ويزمك معناها دو باسبور، ما تنجمش تحط دو كارتي فريز على باسبور واحد وممنوع. دونك يا ما تخلي الكهرباء ولا تخلي الموتور، خلي الموتور. كي جاي مروح يلقى البلاك مكسره، يلقى كذا. جو سوي داكور افيك لوي، راهو في بلاكتك مكسره وكذا. نورمالمون وقت تخلي موتورك غادي تصوره وتعمله بالفيديو وتحط الدات، وكي تجي خارج به ما تخرجوش مغادي يا خويا الا ما تشوف اللي هو امور واضحه. مش امور واضحه تصور ورابور وتشكي بهم، تشكي بوزاره الماليه باش يرجعوا لك ويصلحوا لك التكسير. بون، انا اللي نحب نتكلم فيه وهذايا واقع، معناها واقع معناها قاعد نشوف فيه. انا عندي 20 سنه في الخارج ونمشي ونجي على الديوانه ونمشي في البطوات ونمشي في الطيارات وكذا ونعرف. انا نسال سؤال بسيط لك، اي مواطن تونسي عايش في الخارج ويتعامل مع الديوانه، ونحكي ديما على عمالنا بالخارج، مانيش نحكي على التجار ولا على الموردين ولا المصدرين، هذيك حاجه اخرى وهذيك مشكله اخرى. نحكي على عمالنا بالخارج يجون كل يوم، تسمع فيهم ديما كان يشوهوا في صورة الديوانة التونسية وهاو افرح بيا وهاو كذا. راهو نحب نقول لكم حاجة، مانيش ندافع على الديوانة ولا ندافع على الشرطة ولا الحرس، خاطر ما عندهم باش يزيدوني وما عندهم باش يعملوا لي، خاطر أموري واضحة. أما نقول في كلمة حق، اسألوا رواحكم سؤال واحد، منين جات الرشوة؟ الرشوة جات منكم أنتم، أنتم اللي تعطوا في الرشوة، وأنتم تعطوا في الرشوة تعرفوش علاش؟ على خاطركم تعرفوا رواحكم مخالفين للقانون. وتعرف روحك وقت اللي تطلع في البط ومعبي كرهبتك لين باركة من تالي وداخل باهر تونس، عارف انها الديوانة باش توقفك، وعارف انهم باش يفركسوك ويشوفوا شنو هالشي اللي مهبطه وهالبوبالة اللي مهبطها وهالخمج اللي مهبطه. دونك وحدك انت تدورها في مخك تقول يلا في العظم يعطلوني وتراسيني نخلص في مليون وزوز ملايين، نمشي له هو 100 ولا 150 يورو كان قبلهم هاني سلكتها. دونك يزوا بلا كذب على رواحكم. انا عندي 20 سنه نمشي ونجي، اقسم بالله وهاني اقسمت بالله لا عمري عطيت دينار رشوه، لا عمري عطيت دينار رشوه. ومره صارت لي مع ديواني، خاطر الباهي والخايب قلت لكم في كل بلاصه، انه جاني كل حمال كالعاده، كما تعرفوا اللغه هذيك نعرفوها، كي جاك كل حمال اسمع اسمع هات ورقك فيسا، هات باسبورك وهات ورقك، قوم كوا باش يمشي قدهم لي فيسا. وانت بالطبيعة باش تمد له هات 50 يورو يقول لك هو. اما توا معناها بالسوم يجيك هاك الحمال يقول لك هات 50 يورو توا نكح لك الامور. قلت له لا ما نعطيكش. مشى معناها تك على الديوان نشوف فيه يحكي وياه ويخزر لي، ومن بعد مشى على روحه. كي جاني الديواني جاني ديريكت تبدا حل الكهرباء، حليت تفضل كذا شنو هو هذا شنو هو هذا شنو هو السياق هذا شفيه هذا، حليت وماشي معاه خاطر اموري واضحه، ما عندي ما نخبي وراسي الفوق. في الاخر خزر لي هكا قال لي في بالك اللي انا الكهرباء نجم نفركها لك؟ والله صدقوني ما دامني واثق من روحي وما عندي حد شيء ما نذللش روحي. قعدت على القاعه، ثم ماده في البرد تعرفوها كلي بجنب الكهرباء، قعدت عليها وقلت له فرك يا خويا معاك للصباح، اما راك باش تركبها من بعد عندي حتى مشكله، هاني معاك تحب نبات ليله نبات ليله غادي وانا معاك وانت فركس امورك واضحه وفرك وريقل امورك. مد لي وراقي وقال لي برا بون فاكونس. كي تبدا امورك واضحه وجايب سرعتك واضحه وتعرف القوانين قبل ما تهبط، تركح الليست نتاع الدبش اللي جايبه، وتعرف القانون قداش لازمك تهبط في كل هبطه، عندك اكثر توا زادونا ولد 5 ملايين كذا، راهو حتى واحد ما ينجم يفرض عليك انك تعطي رشوه، حتى واحد. وتكذب كان تقول لي يجيك يقول لك افرح بيا وشكل اللغه هذيك. والله العظيم عندي 20 سنه نمشي ونجي في البورت، لنهار واحد جاني وخلي افرح بيه. اما الفازات اللي حكيت لكم عليها تسيد انه يجيك الحمال وكاللغه هذيك نمشي ماشي معك. اما انت ديما من الاول نيتك خايبه وعارف اللي انت مخالف القانون، دونك انت اللي تدز للرشوه. لاني نحب علاش عملت الفيديو هذايا، مش على خاطر ضدك المواطن اللي صارت له مشكله نتاع الموتور ولا نتاع، انا مشكلتي معكم انتوما، انتوما تخالفوا القانون وتعطوا الرشوة خاطر عارفين رواحكم مخالفين القانون، ومن بعد تخرجوا تتبكوا، ومن بعد تخرجها وقال لي يفرح بيا وكذا. اقسم بالله لو كان تهبطوا للبرت وتشوفوا الكراب كيفاش تبدا معكمه وتبدا تحك في القاعه ما تعيفوا رواحكم.
ويعرف اللي هم مخالفين القانون ويجي يقول لك والله ايش باش نقول لك قال يفرح به. الشرطة مثلا تود بالشرطة ولا حرست ما عرف شنو هو وقفني هو كذا وكذا، إذا كرهبتك أمورها واضحة وماكش مخالف القانون وما عندكش عجلة طايبة وما عندكش ضوء ما يمشيش وما عندكش كذا، علاش باش تخالف القانون؟ علاش باش تعطي رشوة؟ اش باش يعمل لك؟ اش باش يعمل لك؟ وبرا خالفت القانون أعمل محض. أما أنت تعرف اللي الكرهبة اللي قاعد تسوق فيها هذيك ما تساقش وما عادش عندها الحق باش تسيكيري في الشارع، وتعرف اللي الكاميون اللي الكاميون هذيك اللي معداها انت معبيه بالسلعه اللي يلزمك تهز عليها 5 طرانت تهز عليها في 10 طرانت وخارج بها من دارك وتعرف شنو فيها ديفوات، وقت يشدك الحاكم تعمل ماشي 10 و15 الف وهاي ماشي. دونك انت عاونته باش ياخذ الرشوه، وثم اعوان مانيش نكذب، فما اعوان حقانيين يخدموا في خدمتهم والحمد لله، كما جاوش ثم اعوان كما كيكا البلاد بركت، اما فما اعوان يصطادوا في الماء العكر، يعرف المخالف من بعيد يبدأ يصطاد فيك. هيا برا توكي جي تو نحاول ندبر منه 20 30 الف 50. حرقت ضوء احمر، انا مره حرقت ضوء احمر في تونس العاصمه مغطي بشجره ما شفتوش ولا انا شمس ولا كذا، عاون واقف مغادي وقفني قال لي لك حرقت الضوء ثم حتى مشكله. صحيح العون هذاك اتمع كما نقولوا، قال لي برا هات 10 الاف تعدى نمشي روح. قلت له لي اعمل محض، اقسم بالله قلت له لا اعمل محضر، هادي قال لي باش يصير لك محضر ومحكم وحدي، هادي اعمل محضر قلت له طبق القانون، ما هو انا غلطت خويا طبق عليه القانون تحمل مسؤوليتي، اقسم بالله خزر لي قال لي برا ربي معك. شدك حاكم عملت غلطه علاش تتبك وعلاش تعطي في الرشوه؟ طبق القانون، اذا انت بالحق تحبوا تحكوا بالعدل وهم ياخذوا في الفلوس وافرح بيا وكرويق هذاك. علاش نحب نسال سؤال قبل ما نوفى الفيديو، علاش انتوما في فرنسا ولا في اوروبا ونشوف فيكم في الديوانه كي نبدو مروحين من تونس تبدو كنس كنس مع الديوان ويحلك الكرهبه ويفركسها لك وولت عمناه ورصتنا واقفين خارجين من البرق واقفين في الشمس نهار كامل وهم يفركسوا فيها كرهبه كرهبه، واللي مهبط زيت واللي مهبط مقرونه واللي جايب بطيخ ودلاع معاه مهبطها من تونس لفرنسا تقول ما فماش بطيخ ودلاع وفكوهم لكم ومرمدوكم وانتم ساكتين. كلمه لا تطبس راسك يضرب لك الورقه يصحح فيها ويمدها لك تعمل لك تطبس راسك تتعدى، خاطر هذاك تعرف ما معاش رشوه. اما لو كان جاي تعرف فيها رشوه راك عطيت الرشوه، ومن بعد تخرج من الديوانه الفرنساويه باش تقول لهم ياخذوا في الرشوه ياخذوا في الجعاله وخليه يفرح بيه. شفتوا انتم كيفاش سكيزوفخان؟ انا مانيش ندافع لا لا ديوانه لا الغمر لا لا نقود كما يحكوا وسبوا هاو يقود ورويق، ما حاجتي بشيء باش نقود والحمد لله لانه اموري واضحه. اما انتم اموركم ماهيش واضحه وتحبوا تخالفوا القانون وانتم اللي تعطوا الرشوه ومن بعد تخرجوا تتبكوا. تخرجوا تنوحوا كيما التونسي اللي يمشي في العيد يشغل علوش بزوز ملاين وبعد يخرج على الفيسبوك يتبكى واش بيه العلوش بزوز ملاين. طبق القانون واحترم روحك واعرف شنو مهبط شنو ماكش مهبط واقرا حسابك قبل ما تهبط واسال على القوانين تاع بلادك اللي مروح لها وتو وقتها نحكوا. برا امشي لامريكا تراه ادخل غاديك لامريكا وما تعرفش القوانين وما تعرفش شنو تنجم تدخل وشنو ما تنجمش تهز معاك لامريكا وقداش يلزمك ديكلاري فلوس وقداش ما يلزمكش ديكلاري، وادخل غاديك وقول لهم شبيهم رجعوني وانا عندي فيزا ومريزيت فوتير، يرجعوك وكان عجبك لانهم يطبقوا القانون. واحنا اذا نحبوا نتقدموا يلزم تطبقوا القانون في مخاخكم قبل ما تحصلوا ويشدكم الحاكم ويقول لك طبق القانون باش تولي وقتها مضطر انك تخدم تمشي شويه الرشوه. اما الكلام نتاع العبد اللي يوجعكم يقول لكم الحقيقه ما يعجبكمش يولي فارينا وقواد وكلام زايد وسب وكذا، وهذيك المستويات مبينه نتاع الناس اللي حقيقه مستواك طايح لوطا، وننصحك انك ترجع لكرش امك. يمكنش الواحد السوفت وير نتاعك ولا البروجرام نتاعك يتعاود الويندوز نتاعك يتعاود يتخدم على قاعده صحيحه. اسال روحك قبل، اسال روحك قبل علاش نعطي في الرشوه. لاني نحب نقول لك حاجه، لو كان انت ماكش مخالف القانون والله يعرضوا لك وما عندهم فين يوصلوا معاك، وانا حلفت بوالله وتوسع بالك وتطلع وتهبط معاهم ما عنده فين يوصل. طبق القانون وربي معاك وما تخاف من حد شيء، وكي باش تجي تحكي على الرشوه ولا كذا راك انت اول واحد مساهم فيها الرشوه، انت اول واحد.